الدوار أو الدوخة هو عرض شائع غالباً ما نراه في العيادة، يكون عبارة عن مشاعر يشعر فيها المريض بعدم الاتزان أو بالإغماء. غالباً ما تكون بسبب أمراض بسيطة، لكن نادراً ما تكون بسبب أمراض قد تأثر على حياة الشخص. من أهم أسباب الدوخة والدوار هو الأمراض المتعلقة بالأذن الداخلية المسؤولة عن التوازن، هبوط ضغط الدم، هبوط السكر، فقر الدم خاصة عند النساء، وعند كبار السن يجب استبعاد الجلطات الدماغية وأمراض القلب، كما قد تكون بسبب بعض الأعراض الجانبية لبعض الأدوية. تختلف الأعراض المصاحبة للدوار باختلاف الأسباب، فلو كان السبب هو أمراض الأذن الداخلية سيشعر المريض بعدم التوازن وبغثيان شديد وبالإحساس بالدوار. أما لو كان بسبب هبوط ضغط الدم فسوف يشعر بالإغماء وبستارة سوداء أمام العين. أما لو كان بسبب هبوط السكر سيشعر برشفة في اليدين وبتعرق شديد. علاج الدوخة يعتمد على علاج الأسباب، فلو كان السبب هو أمراض ومشاكل الأذن الداخلية يجب مراجعة طبيب الأذن للتشخيص الصحيح والعلاج السليم. أما لو كان بسبب هبوط ضغط الدم فيجب الاسترخاء ورفع القدمين وشرب بعض السوائل. في حال هبوط السكري يجب تناول كأس من العصير أو تناول ملعقة من العسل. أما في حال فقر الدم فبعض المكملات للحديد ستفيد الغاية. لا تعد الدوخة عرضاً خطيراً بذاتها إلا لو صاحبها صداع شديد في الرأس، ألم شديد في الصدر، ضيق في النفس، أو في حال كبار السن تنميل نصفي في الجسم، وفي هذه الحالة يجب الذهاب إلى الطوارئ لاستبعاد الجلطات الدماغية أو أمراض القلب.